حكم المشي بين القبور بالنعال؟ فالمشي بين القبور بالنعال لا بأس به إذا كان لحاجة كشدة برد أو طين أو شدة حر أو شوك أو حصى، أما لغير حاجة فلا ينبغي أن يمشي بين القبور بالنعال، وأما ما كان خارج عن القبور فلا بأس. ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الرجل إذا دفن وجاءه الملكان فإنه يسمع قرع نعال المشيعين إذا صرفوا.